عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعا مشتركا لاستعراض ما تم من إجراءات ومستجدات في برنامج المنزل المنتج خطوة. هذا وترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ومن الجانب الحكومي سعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس النواب الحرص المشترك على مصلحة الوطن والمواطنين ودعم طلبات المسجلين في برنامج خطوة بما يتوافق مع القانون والأحكام والأنظمة والإجراءات المعمول بها، وأهمية تطوير البرامج والمبادرات التي تسهم في تحسين المستويات المعيشية وريادة الأعمال. بدوره ثمن رئيس مجلس الشورى الحرص الذي توليه الحكومة على إطلاع السلطة التشريعية على المعلومات وتوضيح الحقائق بشأن مختلف الموضوعات التي تحظى باهتمامها. هذا واستعرض الوفد الحكومي نتائج التقرير الاستقصائي لديوان الرقابة المالية والإدارية حول برنامج المنزل المنتج خطوة، حيث أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أكد حرص الحكومة على تقديم كافة سبل الدعم للمواطنين للاستفادة من مختلف البرامج والخدمات الحكومية، فضلا عن التزامها بتكريس مبدأ المحاسبة والمساءلة لتطوير العمل الإداري.